بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إخوان في مقطع جديد من مقاطع لعبة وور فريم. إن شاء الله يا إخوان في هذا المقطع راح نتكلم عن شخصية راينو، لأن الكثير من الأعضاء اللي يتابعون عندنا في القناة يستفسروا عن راينو ويطلبوا البلد الخاص فيه. طبعا يا إخوان قبل أبدأ في هذا الشرح أو التفاصيل الخاصة لشخصية راينو، لازم تعرف أن الكلام يطول عن شخصية راينو، يعني كل واحد له بلد خاص فيه. فأنا راح أعلمك إن شاء الله كيف تصنع أنت البلد الخاص فيك، يعني كل إنسان يستخدم راينو له طريقة قتال خاصة فيه، فأنت أنا أتمنى أنك ما تقلد، أتمنى أنك تعرف كيف تلعب فيه، فبالتالي أنك تبدأ تصنع البلد الخاص براينو حسب طريقتك أنت في القتال. فأنا راح أساعدك بإذن الله كيف تتعامل مع راينو بالتفصيل الممل، وبالتالي أنت اللي راح تصنع البلد بنفسك بإذن الله عز وجل. خلونا نبدأ. طبعا قبل كل شيء، الشخصية اللي قدامكم الآن هذه يا أخوان شخصية راينو برايم، وزي ما انتم شايفين هذا هو البيلد الخاص فيها، ماني حاط فيه اي شيء، شايفين البيلد فاضي تمام. طبعا وفوق بالاعلى زي ما هو واضح ماني حاط فيها اي فورما، فبالتالي اذا كان في فرق بين الراينو البرايم والراينو العادي ممكن احتمال يكون واحد من العلامات الثلاثة هذه تمام، فممكن تحتاج فورما واحدة فقط اذا كان الراينو اللي عندك ما هو برايم، لكن اذا كان برايم ما تحتاج اي فورما باذن الله، الا اذا كان انت عاد تبغى تظبطه بعدين بطريقتك الخاصه، لان زي ما قلت شخصيه راينو يطول الكلام عنها وشرحها معقد، وكثيرين من الناس كل واحد منهم يخترع له طريقه قتال خاصه فيه لانه شخصيه تعتبر قويه جدا. فالان خلونا نشوف كيف راينو وكيف نصنع البلد الخاص فيه. قبل كل شيء لازم نتعلم المهارات الخاصه بشخصيه راينو تمام. واول مهاره عندنا يا اخوان اللي هي مهاره المربع. مهاره المربع يا اخوان لما تشغلها راح يجيك زي الشلد حولك، لاحظوا الآن، لاحظوا أنه الشخصية تحول حولها زي القزاز أو زي مثلا درع شفاف، لكن الدرع هذا يعطي لمعة خاصة فيه، وفي اليسار مكتوبة القيمة الخاصة بقوة الدرع، يعني كل ما نقصت هذه القيمة كل ما نقص قوة الشلد الخاص فيه. فبالتالي الدرع هذا يا أخوان وظيفته أنه يحميك من الهجوم، يعني الآن صار عندك شخصية راينو فيها أربع دفاعات. الدرع الأول اللي هو هذا اللي صنعناه قبل شوية بمهارة المربع، الدرع الثاني لشخصية راينو اللي هو الأرمر تمام، الدرع الثالث اللي هو الشيلد، الدرع الرابع اللي هو الدم. فصار راينو عنده الآن أصبح أربع دفاعات بالحركة هذه يوم شغلنا مهارة المربع. هذه المعلومة الأولى. المعلومة الثانية عندنا المهارة الثانية اللي هي مهارة الإكس. خلينا نوضحها الآن. مهارة الإكس يا أخوان لما تضغط الإكس شوف إيش اللي يصير، تحس انه يقفز مسافة معينة، المسافة هذه يا اخوان يخبط فيها جميع الانمي، يعني بحيث انه يطيرهم او انه يقتلهم حسب التصميم اللي انت تسويه للبلد الخاص فيك. زي ما انتم شايفين هذه هي المهارة الاكس. نشوف المهارة اللي بعدها. طيب المهارة اللي بعدها يا اخوان اللي هي الدائرة. الدائرة هذه خاصة بدعم الشخصية نفسها ودعم الفريق كاملا، يعني شخصية راينو فيها خدمة للفريق، إذا كان تلعب مع فريق تدعمهم بحيث أنك تعطيهم قوة وباور خاص فيهم، وفي نفس الوقت تعطي نفسك أنت باور. فخلينا نشغل الآن الدائرة ونشوف. لاحظوا الآن صار حولك زي الدرع الذهبي تمام، هذا الدرع يعطيك طاقة، ولو تلاحظوا في اليمين عندي المدة الخاصة بهذا الدرع اللي هي 20 ثانية 19 ثانية وزي كذا، كل مالها تنقص، فمعناته ان هذه المهارة تعتمد على الديريشن اللي هو وقت المهارة، كل ما زاد عندك الوقت الخاص بالمهارة كل ما كان البوف اللي تعطيه زملائك في الفريق او الباور اللي تعطيه زملائك في الفريق راح يكون باور عالي جدا او انه مثلا مدته طويلة حسب تصميمك تمام. فنحن نبغى نعرف الان ان الدائرة هي الباور. المهارة الاخيرة يا اخوان اللي في راينو اللي هي المثلث، خلينا نعطيه انرجي. المثلث يا اخوان لاحظوا الان ايش يصير، يرفع رجله ويخبط فيها في الارض. طبعا المهاره هذه لها ثلاث وظائف. الوظيفه الاولى انه يقتل الانمي اذا كان الانمي ضعيف، هذه المهاره الاولى. والميزه الثانيه كمان فيها انها تعلق الانمي اذا كان ما مات، يعني تعلقه حسب الوقت اللي انت تحدده، يعني لاحظوا الان لما ننفذ نفس المهاره راح ياخذ دريشن، يعني يستهلك وقت للدريشن. لاحظوا الان شايفين عندكم الآن في اليمين 7 ثواني 5 ثواني، الآن 3 2 1 وزي كذا، يعني حسب الوقت اللي انت تحدده في الثواني يبقى بقية الانمي معلقين.
تمام، وفي نفس الوقت يشنجهم، يعني إذا كان زعيم يتشنج قدامك ما يقدر يهرب. فهذه ميزة حلوة إنك تثبت جميع الإنمي اللي حولك، وفي نفس الوقت تقدر تقتلهم وهم ثابتين ما يقدروا يقاوموك. فهذه هي المهارات يا أخوان باختصار لشخصية راينو. خلونا نشوف الآن كيف نقدر نسوي البيلد وإيش فائدة كل مهارة على حدة، وبعد كذا نحدد إيش البيلد المناسب من وجهة نظري أنا، لكن أكيد أنت بيكون لك وجهة نظر خاصة فيك. نبدأ الآن على بركة الله. دائما يا أخوان قبل تسوي أي بيلد لازم تعتمد شيء اسمه الأورا. الأورا اللي هي هذه المنطقة، هذه الخانة اسمها خانة الأورا. وظيفة الأورا يا أخوان لاحظوا في اليسار عندي عدد البطاقات مكتوب 60 من 60، تمام؟ لكن لما تركب فيه الأورا اللي تناسب نفس الشكل، يعني زي ما انتم شايفين الشكل اللي فوق مكتوب تقريبا يشبه حرف الـ V أو حرف الـ R. لو اخترت أي واحدة من الأورا اللي فيها حرف الـ R، مثلا بختار هذه لأنها تعطيني قوة في الميلي اللي هو السيف، وهذا يعطيك قوة في الشاتجن، وهذا يعطيك قوة بالرايفل وزي كذا، تمام؟ انت تستخدم اللي تبغاه في البيستول حسب السلاح اللي انت تبغى تستخدمه. انا راح استخدم الميلي الان مؤقتا، تمام؟ نختار اي واحده منهم وركبها بالاعلى. ابغاك تراقب لي في اليسار اللي 60 من 60 شوف ايش اللي يصير فيها. لاحظ انه الان صارت 78 من 78، فبالتالي زادت عندي 18 خانه اقدر اركب فيها مودات. هذه فائده الاورا، هذه المعلومه الاولى. فانت لما تبغى تقاتل بالميلي تستخدم اللي هو ستيل تشارج، تمام؟ تبغى تستخدم الشاتجن تستخدم الاورا الخاصه بالشاتجن، بالمسدس هذا او الرشاش تستخدم الخاص بالرشاش، الفرد او المسدس تستخدم الخاص بالفرد او المسدس زي ما انتم شايفين. فاختار الاورا المناسبه لطريقه قتالك، هذه المعلومه الاولى، تمام؟ الان عرفنا كيف ايش فائده الاورا، وعرفنا انها تزود لنا الخانات الاولى. طيب الخانات الثانيه اللي مكتوب عليها العلامات، علامه هنا الشرطه وهنا علامه المثلث زي ما انتم شايفين، تمام؟ خلينا نشوف ايش هي علامات المثلث يا اخوان. هذه هي اللي قدامكم الان. جميع هذه الاشياء يا اخوان خاصه بالدفاع، خاصه بالدفاع الخاص بشخصيه راينو، تمام؟ فانت الان عارف ان شخصيه راينو فيها اربع دفاعات، والدفاعات الاربعه اللي هي الشيلد اللي نشغله بمهاره المربع زي ما قلنا، والمهاره الثانيه اللي هي الارمر زي ما انتم شايفين فوق بالاعلى مكتوب كلمه ارمر، وارمر هذه وظيفتها انها قوه تحمل للهجوم، يعني كل ما صار عندك الارمر عالي جدا كل ما صار عندك تحمل للهجوم بشكل خيالي، تمام؟ فالدرع الثاني عندنا الارمر. الدرع الثالث اللي هو الشيلد اللي هو اللون الازرق، لما يظهر جنب الدم في كتابه زرقاء اللي هو اللون الازرق. والدرع الاخير اللي هو الدم، اخر شيء يعني لما يوصل الدم خلاص يكون في خطر شخصيه راينو. فصارت عندك اربع دفاعات. فأنا أنصحك من وجهة نظري، لكن أنت حر، تبغى ترفع الدم ارفع الدم، لاحظ أن هنا المثلث خاص بالدم، تبغى ترفع الشيلد ارفع الشيلد زي كذا حسب طريقتك أنت في القتال. لكن أنا أستخدم المثلث، أستخدم اللي هو الأرمر. ليش أستخدم الأرمر؟ لأنه أول دفاع، لأنه بالنسبة لي يعتبر أول دفاع لشخصية راينو. فلو صار أول دفاع عندي ضعيف ما يمديني اشغل المهارات بسرعه، لانه على طول بينزل الشلد وينزل الدم يقتلونه بسرعه. هذه وجهه نظري انا، لكن بعضكم يقول لا انا ابغى الدم عندي كثير يكون احسن، فهمتوا؟ فكل واحد له طريقته، فلا تعتمد الشروحات اللي في اليوتيوب، انا ابغاك انت تكتشف البيلد الخاص فيك، تمام؟ هذه انا طريقتي الاولى. الشغله الثانيه احط المود اللي هو ارمر اجيلتي برضو عشان يرفع لي الارمر. انا هذه هي طريقتي في اللعب، اني ارفع دائما الارمر. زي ما انتم شايفين صار عندي الارمر 701، كان 275 الان صار 701، فصار عندي الارمر قوي جدا بحيث انه يصير الدرع الثاني لشخصيه راينو. فلما يتدمج راينو ينتهي عنده مهاره المربع، يصير عندي وقت قبل يوصل للشلد او الدم، يصير عندي وقت كافي اني اقدر اجدد الشلد او اجدد المهاره اللي هي مهاره المربع. هذه وجهه نظري انا الشخصيه، انت عاد بكيفك شوف الشيء اللي يناسبك. جربوا معايا الان وبعدين جربوا انتم بطريقتكم الخاصه. طيب هذه هي الطريقة الأولى، إني أسوي الحماية للمربع. إذا كان واحدة من هذه الاثنين عندك ما هي موجودة، يعني مثلا المثلثين هذه ما هي موجودة عندك، لأني والله ما أدري راينو العادي إيش هي الفورمة اللي مركبة عنده سواء الشرطة أو المثلث، لكن إذا كان جبرت تستغني عن واحد من الاثنين هذولا استغني عن الأرمر أجلتي، تمام؟ لأن هذا يعطيك 110% أرمر، فهذا بيعطيك شكل أكبر. لكن إذا كان عندك المثلث موجود في الخانتين
ركب البطاقتين هذه. تمام. طبعا البطاقة هذه يا اخوان تلقونها في الالارت، في لما تدخل على النافيجيشن تلقاها في الالارت، هذه من البطاقات اللي تقدر تجمعها من هناك. الشغلة الثانية عندنا هنا العلامة هذه ثابتة، فانت اختار مود ما تستغني عنه، يعني العلامات هذه اللي موجودة اختار لها المودات اللي ما تستغني عنها. زي ايش؟ زي مثلا فلو اللي تعطيك الخط الابيض اللي هو خاص بالانرجي، تمام، هذا المود تركبه. واذا كان عندك البرايمد فلو ركب البرايمد. فبكذا الان حطينا البطاقات المهمة في شخصية راينو حسب طريقتك انت. تمام. فلما تحط البطاقات هذه يجي الان طريقتك انت في القتال. راينو ايش يحتاج عشان يلعب راينو بالشكل الصحيح؟ ايش يحتاج راينو؟ هذا اللي راح نشرحه الان بالتفصيل. طيب الان بما ان راينو يا اخوان شخصية تدعم الفريق، تمام، لما تكون الشخصية هذه قوية اكيد جميع الفريق بيكون قوي، لما تكون الشخصية هذه ضعيفة بيكون جميع الفريق كأنه فريق عادي، يعني حسب قدرة الفريق. كل ما ضبطوا شخصياتهم بيكون هو تنسيقه لشخصيته، لكن لما يكون معهم شخصية تعطيهم باور عالي فبيكون عندهم دعم للفريق حتى لو كانت المهمات صعبة، فبيكون عندهم الفريق قوي جدا. الآن أنا أشوف أنه أفضل شيء لراينو اللي هو السترينغث، اللي هو الباور سترينغث. خلينا نشوف الحين لو دخلنا على الأبيليتي، لاحظوا الآن الشيلد اللي هو المهارة الثانية زي ما أنتم شايفين، لما أشغل الشيلد راح يعطيني دفاع 2952، شايفينها اللي باللون الأخضر. تمام. خلينا نرفع السترينغث ونشوف إيش اللي يصير معنا. راح نركب مود يعني ما يأخذ مساحة كبيرة، مثلا انتنسيفاي على سبيل المثال يعطينا 30% سترينغث. برضو في مود ثاني إذا كانت تركبوه اللي هو أوغر سيكريتس إذا كان عندكم، وإذا ما في خلينا نشوف الآن الانتنسيفاي إيش صار معنا. نخش على الابيليتي مرة ثانية، لاحظوا الآن إنه صار الشيلد اللي عندي يعطيه 3838، فبالتالي الآن عندي صار الدرع بيكون أقوى في التحمل ضد الإنمي. فهذه أول ميزة في راينو لازم تكون موجودة اللي هي الباور سترينغث. ثاني شيء اللي هو المهارة الخاصة بالمربع، هذه المهارة اللي تعطي الفريق بوف. فالمهارة هذه يا أخوان وظيفتها إنها تعطيهم باور عالي، كل ما كان عندك الباور عالي فالباور سترينغث راح يفيدك كثير. لاحظوا الآن راح يعطيهم نسبة دمج 65% زي ما أنتم شايفين في اليمين، فبالتالي زودت عندهم المهارات من ناحية الدمج. وثاني شيء عندكم هنا المهارة الثالثة اللي تحت أعطاه قوة دمج اللي هي 1040، وفوق بالأعلى أعطاه قوة دمج 845. فبالتالي الآن الأشياء المهمة أو الأشياء اللي ما تستغني عنها في شخصية راينو اللي هي الباور سترينغث. زي ما أنتم شايفين حطينا الآن مود واحد اللي هو الانتنسيفاي. تمام. نجي الآن نشوف إيش الأشياء الثانية اللي يحتاجها شخصية راينو. زي ما قلنا عندنا مهارتين تحتاج وقت، اللي هي المهارة هذه، لاحظوا الآن إنه يحسب لي 30 ثانية، والمهارة الثانية اللي تعلق الإنمي، لاحظوا الآن يحسب لي 7 ثواني، يبدأ ب7 ثواني. فأنا أحتاج وقت اني ادعم الفريق، يعني اما ان اعطيهم قوة يقدروا يقاتلوا فترة طويلة، او اني مثلا اعلق الانمي او اشنجهم بحيث اني اقدر اقتلهم ما يقوموا بسرعة. فاحتاج دريشن في الحالة، احتاج دريشن. انت عاد حط الدريشن حسب طريقتك انت، لو ما عندك مثلا بطاقات البرايمد استخدم المود هذا. تمام. واذا عندك برايمد ركب مود البرايمد. في مودات ثانية كمان تعطيك دريشن، لكن خلينا نكتفي بهذا عشان ما نستهلك جميع البطاقات الموجودة الخانات الخاصة فيها، وبعد كده انت نسق بطريقتك الخاصة. طيب الآن الشغلة الثانية ان عندنا الآن الخط الأبيض زي ما انتم شايفين، وصل عندي الخط الأبيض 425، شايفينه؟ طيب لما اشغل مثلا اي مهارة مثلا الشلد صار يستهلك عندي كم؟ وصل الآن 375، فصار استهلك عندي 50% أو 50 من الخط الأبيض. خلينا نشوف الآن كم استهلك بالضبط. زي ما أنتم شايفين في اليسار مكتوب رقم 50، شايفين المهارة هنا مكتوب 50، أنا راح أحط لكم إشارة الآن. فالآن هنا استهلك لي من الخط الأبيض 50،
فلو انه كل شويه بقعد اشغل الشيلد راح يخلص عندي الخط الابيض بسرعه، فبالتالي لازم احافظ على الخط الابيض بالمودات اللي هي خاصه بالافشنسي. وعندنا مودين مهمه خاصه بالافشنسي اللي هو الستريم لاين والفليتنج اكسبرتيز. هذا المود الاول يرفع لي الافشنسي، وهذا المود الثاني يرفع لي كمان الافشنسي اللي هو ستريم لاين. تمام. طيب انا راح افضل الستريم لاين بالنسبه لي انا. ليش؟ لان الستريم لاين يعطيني الوظيفه المطلوبه فقط اللي هي رفع الافشنسي. لكن لو استخدمت الفليتنج اكسبرتيز اللي هو هذا المود، لاحظوا اني نقص لي الديريشن، والديريشن انا اعتبره شيء مهم جدا لاني احتاج اعلق الانمي واحتاج اعطي الفريق باور. فبالتالي انا راح استخدم المود اللي هو ستريم لاين فقط. زي ما انتم شايفين رفع عندي الافشنسي صار 130 في اليسار زي ما انتم شايفين. تمام. فالان لو تدخل على الابيليتي او السوبر الخاص فيه كان اول ياخذ 50، لكن الحين صار ياخذ 35 زي ما انتم شايفين، فصار عندي اقتصاد في الخط الابيض الخاص بالمهارات. تمام. نلاحظ الان نشوف، شايفين كيف يعني ما استهلك شيء كثير. طيب المهارة اللي بعدها عندي مودين خاصة بالقبيلة. طبعا انا انصح بهذه المودين فقط، في هي اربع مودات خاصة بالقبيلة، لكن انا راح احط لكم الان الافضل فيهم وراح اشرحها ان شاء الله كلها وايش فائدة كل واحد منهم. المود الاول هذا يا اخوان خاص بمهارة الشلد. لاحظوا الان ايش يسوي هذا المود. الآن لما أشغل الشيلد، تمام، لاحظوا الآن أنه صار عندي رقم 100، يعني قوة الشيلد عندي الآن 100%. كل ما يجيني دمج كل ما ينقص عندي الرقم هذا تدريجيا. لكن أحيانا لما أنك ما تركب هذا البطاقة يا أخوان لازم تستنى حتى ينتهي الرقم هذا، بالتالي تجدد الشيلد مرة ثانية. لكن بالبطاقة هذه أنك تقدر تلغيه الوقت اللي تبغاه. لاحظوا ألغيته أجدده، تمام، ألغيه مرة ثانية أجدده. فبالتالي أنت تقدر تجدد الشيلد الخاص فيك قبل يلتغي، يعني قبل يقتلون لك الإنمي وقبل يوصل للآرمر والشيلد والدم أنت تقدر تجدده تلقائيا، يعني تلغيه وتجدده. هذه فائدة المود الخاص بالقبيلة. تمام. عندي المود الثاني اللي هو هذا المود يا أخوان، هذا مود يدعم المهارة اللي هي مهارة الإكس. هذه المهارة، هذه المهارة، هذا المود يدعمها. تمام. خلينا نشوف الحين كيف تشتغل هذه المودين بطريقة عملية وبشكل أفضل. راح ننزل بعض الأنمي. الآن راح أبدأ بمهارة المربع وأشرحها بالتفصيل. لاحظوا الآن راح أخليهم يدمجوني في البداية. شوفوا عندي الشيلد بدأ يلتغي، شايفينه نزل وصل 44 أو 41. طبعا قوة الإنمي هذا يا إخوان ليفل 155. طيب شوف إيش اللي يصير الحين لما أجدده، شوفوا كيف طيرهم وأعطاني فرصة إني أجدد مرة ثانية. شايفين كيف؟ فهذه المهارة ممتازة جدا، أنا أشوفها يعني بالنسبة لي أنا. تمام. هذه الطريقة الأولى. طيب نشوف الحين معلومة مهمة ثانية، خلينا نزود عدد الأنمي ونشوف فائدة البطاقة الثانية. طيب نخليهم نفس الليفل مو مشكلة. طيب خلونا نشوف الحين البطاقة الثانية ايش فائدتها. طبعا قبل كل شيء لاحظوا الان الابيليتي اني عندي المهارة الثانية اللي هي مهارة الدرع او الشلد الخاص فيه، يعطيني 3838 زي ما انتم شايفين قوة الدرع. تمام. والوقت اللي يستهلكه اللي هو 3 ثواني حتى يبدأ يعمل معنا هذا الدرع. عموما الان احنا شرحنا البطاقة الاولى، خلونا نشوف البطاقة الثانية. ركزوا في العدد الخاص بهذا الدرع يا اخوان، ابغاكم تركزوا فيه تحفظوه 3838. تمام. خلينا نشوف البطاقة الثانية ايش اللي تسويه.
لاحظوا خلينا نزود العدد. طيب هذا لهم شايفينهم كيف؟ هاي لاحظ ايش اللي نسوي الحين. تمام؟ شوف الحين ايش اللي صار. لاحظوا العدد كم وصل عند الدرع؟ 14205. تمام؟ طبعا بعضكم الان يسأل يقول هل لازم يكون الليفل عالي عشان يصير معي زي كذا؟ لا، انا بعطيك الحين الجواب اللي يريحك باذن الله. خلينا ننزل العدد الخاص بالليفل، مثلا نخليه 50 او مثلا 40 عشان الناس اللي بتطبق في الخرائط اللي مستواها. تمام، خلينا نشوف 40. على فكرة يا شباب الحين لو ألغيت الشيلد زي ما انتم شايفين عندي الشيلد كم؟ 3000. تمام، لو ألغيته مثلا جددت زي كذا وسويت نفس المهارة بيزيد عندي يوصل 14، لكن لو ألغيته زي كذا ورجعته بيرجع بنفس العدد الأول. هذه لازم تنتبهوا لها. يعني يصير طبعا هذول اللي فيهم الآن 40، نفس الكلام يعني اللي حددناه في آخر شيء. طيب لاحظوا الحين، نرجع الحين نشوف كم وصل عندي الشيلد. زي ما انتم شايفين الان صار 15687. فبالتالي الان تقدر توقف قدام الانمي هذا فترة طويلة بحيث انهم ما يقدروا يقتلونك بسهولة. لاحظوا شوف الان، والوقت اللي ابغى اجدد شوف ايش اسوي. شايفين كيف؟ واقدر اجدد بطريقتي الخاصة. بهذه الحركة يا اخوان ما يقدر يوصل للدم نهائيا، ولا الدرع ولا الارمر. تمام؟ نهائيا. تمام؟ لكن بالنسبة لي انا حبيت اشرح لك هذه البطاقتين اللي هي الخاصة بالدرع والخاصة بالمهارة الاكس. تمام؟ عشان ترفع لك الدرع. لكن بالنسبة لي انا ما استخدم البطاقتين سوا، انا استخدم البطاقة الخاصة بالدرع فقط اللي تخليني اجدد والغي الدرع. ليش؟ لاني احس اني احتاج وظائف ثانية لشخصية راينو، يعني مثلا اجدد والغي بنفس الوقت، يعني مجرد ما هذا اطيرهم اقدر اجدد مرة ثانية، فما يحتاج اني اقعد اجمع اساسا شيلد للقتال. تمام؟ لكن انت لك طريقتك الخاصة في القتال، اذا كنت تبغى تستخدم البطاقتين استخدمها، تبغى تستخدم زي ما انا اسوي بالضبط سوي زي ما تبغى بالضبط. الشغلة الثانية يا اخوان، انا الان زي ما انتم شايفين هذا هو البيلد باختصار. تمام؟ لكن عندنا المهارة اللي هي مهارة المربع او مهارة مهارة هذا المثلث. خلينا نشوف ايش اللي تسويه مهارة المثلث، ركزوا معي. الان مثلا عندي هذا الانمي، كم المسافة اللي بيني وبينه؟ لاحظوا ان المسافة اللي بيني وبينه الان 26 متر. تمام؟ خلينا نشوف. تمام، تأثر منها. خلينا نشوف المسافة الخاصة بهذه المهارة. اللي هي المهارة المثلث يأثر على مسافة 25 متر زي ما انتم شايفين بالأسفل في اليمين، شايفينها؟ هذه مسافة 25 متر هي اللي تأثر فيها مهارة المثلث. خلينا نشوف الحين لو رفعنا الرينج بشكل أكبر. نرفع الرنج ونشوف ايش اللي يصير معنا. فبيصير عندي يأثر على الانمي بمسافات اكبر. لاحظوا الحين كم صارت المسافة؟ 34 متر. فبالتالي مسافة كبيرة جدا يا اخوان، يعني ما يوصل عندك الانمي اساسا الا قدرت تسيطر عليه قبل يوصل عندك. فلاحظوا الحين راح اوقف على مسافة طويلة، المشكلة انهم يلحقوني، لكن خلينا نشوف هنا. طيب الحين ثبتنا.
انتهى عندي هناك التعليق، انتهت شوف الوقت عندك انتهى تمام. الحين لاحظوا 34 متر، شوف ايش اللي صار، مات. طبعا مات لانه ضعيف الانمي، لكن المفروض انه يتعلق اذا كان الانمي عادي. نسويها مره ثانيه ونشرحها، ناخذ واحد من الانمي. لاحظوا الحين المسافة هنا 30. لاحظوا شوف الانمي وين مكانه، على مسافة بعيدة عنك وانت قدرت تعلقهم. فكل ما كان عندك الدريشن عالي كل ما كانوا معلقين فترة اطول. فانت نسق البلد الخاص فيك، لاني انا ما ابغاك تقلد، لانه راينو لكل شخص طريقة خاصة للقتال بهذه الشخصية. فيعني انت لا تعتمد كل بلد تشوفه في اليوتيوب او مثلا كل طريقة قتال لأي شخص، شوف الطريقة اللي تناسبك انت واستخدمها في شخصية راينو. طيب نجي الحين يا اخوان لطريقة البلد اللي انا استخدمه. انا عندي بلدين طبعا بعطيك اياها وتشوفها. طبعا هنا عندي نسيت الشغلة الاخيرة في المود هذا، اللي هو عندي اللي جنب الاورا، الخانة اللي جنب الاورا هذه فاضية، طبعا لها مودات خاصة، هذه هي علامتها، هي المودات اللي تركب. انا افضل انك تركب فيها المود اللي اسمه باور سترينث او باور دريفت، اللي يعطيك الباور سترينث زي ما انتم شايفين هذا المود. اذا انك تبغى تبدله مثلا بمود ثاني ركب المود اللي هو خاص بالرنج، عشان يعطيك مسافة اكبر تقدر تعلق الانمي على مسافات اطول ومسافات ابعد تمام. اذا حددت انك تلغي واحد من المودات عشان ما قدرت تركب فورما، هذا الكلام للناس اللي عندهم راينو عادي، يعني مو راينو برايم. اذا حددت انك تركب فورما وما تقدر تركب فورما، فانا انصحك اذا كان حددت تستغني على واحد من المودات هذه، انا انصحك تستغني عن المود هذا اللي هو ارمر اجيلتي تمام، عشان يمشي معاك البيلد بالطريقة الصحيحة. لانه اساسا بالشكل هذا ما يقدر يوصل للارمر اساسا الدرع، فبيكون عندك راينو يعرف يحمي نفسه بإذن الله، بحيث أنه يجدد الشيلد والآرمر بشكل أسرع وبشكل أفضل. هذا يا أخوان شرح مختصر عن شخصية راينو. لكن نجي الآن للبلد اللي أنا أستخدمه. البلد اللي أنا أستخدمه يا أخوان هذا هو البلد اللي قدامكم، هذا البلد خاص للزعماء، خاص للزعماء تمام. باختصار البلد هذا ما في أي مساحة في الرنج، لاحظوا عندي الرنج قليل جدا، خلينا أوضحه بشكل أعلى. زي ما انتم شايفين عندي الرنج 100 زي ما هو، ما في اي اضافات لبطاقات الرنج. ليش؟ لاني استخدمه لقتال الزعماء فقط، والزعيم اكيد انه بيكون جنبي، ما بيكون مسافة بعيدة عني، فبالتالي انا استخدم هذا البلد يا اخوان لقتال الزعماء. بالنسبة لي انا باختصار عشان اوضح لكم ايش اللي حطيته، ركبت ثلاث بطاقات تعطيني باور سترينث اللي هي اوغر سيكريتس وباور دريفت وانتنسيفاي زي ما انتم شايفين، فصار عندي السترينث 164. الشغلة الثانية حطيت المود اللي يجدد لي الشيلد ويلغيه، لأن أحيانا بيكون الدمج هذا الزعيم بيكون دمجه علي عالي جدا، فبالتالي هذا ألغي الشيلد وأجدده مرة ثانية. كل مرة أجدد الشيلد بطريقتي الخاصة، يعني كل ما أشوف أن الشيلد عندي قرب ينتهي ألغيه وأجدد، بحيث أني ما أموت بسهولة. فهذا المود أنا أعتبره من المودات المهمة والأساسية لشخصية راين، وهذا من وجهة نظري أنا الشخصية. ثاني شيء حطيت المود الخاص بالدرييشن عشان يرفع عندي الدرييشن للوقت اللي اجمد فيه الزعيم قدامي، بحيث اني اقدر اقتله بسرعه، وفي نفس الوقت اللي اعطي فيه نفسي باور عالي عشان اقدر اعطي نفسي طاقه واعطي نفسي قوه دمج واقدر اقتل الزعيم اللي قدامي بشكل اسرع تمام، اللي هي قلنا مهاره الدائره. هذه المهاره هذه قلنا تعطيك باور عالي. فزي ما انتم شايفين الان يعطيني هذا تقريبا 45 ثانية، وهو مود واحد فقط. طبعا اذا ما كان عندك هذا المود زي ما قلنا ركب المود العادي حتى تلقى المود الخاص بالبرايمد، لانه اساسا يعطيك وقت كافي برضو لنفس المهارة. لاحظوا الحين كم يعطيني ثانية، زي ما انتم شايفين الان اعطاني 38 ثانية، فيعني ما في وقت كبير بين الاثنين، فتقدر تستخدم العادية وتقدر تستخدم البرايمد حسب البطاقات اللي عندك تقدر تستخدمها.
طيب هذا البلد الأول يا أخوان. البلد الثاني إذا كان أبغى ألعب مهمات عادية وأبغى ألعب مع مثلا زملائي أو إني ألعب لوحدي قتال عادي يعني، تمام، هذا هو البلد الثاني اللي أنا أستخدمه في القتال العادي. الفرق الوحيد يا أخوان بينهم اللي هو مود الخاص بالرينج، وهنا لغيت المود اللي هو الأوغر سيكريتس اللي يعطيني سترينث، تمام. فهذا هو الفرق الوحيد بين البلدين. طبعا عندي هنا الباور دريفت ما هو فل، تمام، لأنه تستهلك عندي الخانات الخاصة بالمودات الموجودة بالأسفل تستهلك عندي 3 خانات، فبالتالي عندي صارت الباور دريفت عندي ما هي مكتملة. لكن إذا كان عندك المود هذا مثلا أو مود الفلو العادي تقدر تركب الباور دريفت ماكس زي ما أنتم شايفين الحين، راح يركب معايا الباور دريفت ماكس، ونفس الكلام راح يعطيك نفس الوظيفة والقتال بيكون ممتاز جدا في طريقة القتال للإنمي. طيب نجي الحين نبغى نشرح آخر نقطة لهذا الدرس أو هذا الشرح، وبعد كده راح ننتقل إن شاء الله للتطبيق العملي. راح ننزل واحد من الإنمي مثلا هذا، ونخلي الليفل مثلا 155. طيب راح اقاتل الان بالشوتجن، بما اني راح استخدم الشوتجن يعني عندك طريقه انك تقدر تستخدم الاورا الخاصه بالشوتجن زي ما قلنا اللي هي هذه. تمام، لكن ما ظنيت انها راح تركب على هذا البلد. نعم ما راح تركب. مثلا انا بقاتل بالشوتجن استخدم الاورا الخاصه بالشوتجن، اما اذا كان ما تبغى تستخدم الشوتجن استخدم هذا الاورا اللي تناسبك انت في القتال. طيب خلينا نشوف الحين كيف او ايش الفرق اللي راح يصير بين الباور وبين القتال بدون باور. خلينا نشوف. طبعا انا ما راح اطلق عليه هيد شوت، راح اطلق عليه بالطريقه العاديه يعني. زي ما انتم شايفين الان علقته، راح اطلق عليه في اي مكان في جسمه مثلا هنا، لاحظوا 2 3 تمام 3 طلقات ومات. خلينا نشوف الحين مع الباور ايش اللي يصير معه. كيف ما احتاج حتى الطلقة الثانية اساسا ما كان يحتاجها يعني من طلقة واحدة. طيب حتى لو جبتها في الهيد شوت يا اخوان يمكن من طلقة واحدة راح يموت. عموما الان واضح كل شيء، ما يحتاج نطول الفيديو اكثر عشان نبغى نبدا في التطبيق العملي ان شاء الله. الان يا اخوان زي ما انتم شايفين هذا هو راينو باختصار، انت شوف الشيء اللي يناسبك، لا تقلد، انا انصحك ما تقلد في شخصية راينو. لما تلعب بشخصية راينو باستمرار راح تعرف انت ايش تحتاج، لانه راينو كل ما تقلد كل ما تتعب في تنسيق الفورمة فيه، فهذه نصيحة مني لك. انت العب براينو فترة طويلة تقريبا اسبوع على سبيل المثال، واعرف ايش مهاراته وايش تحتاج بالضبط، فبالتالي انت راح تعرف كيف تنسق البلد الخاص براينو بطريقتك انت الخاصة. انا شرحت لك الان اهم المهارات وشرحت لك اهم البطاقات، فشوف الشيء اللي يناسبك وطبقه بطريقتك الخاصة في القتال. الان باذن الله في نهاية هذا الشرح يا اخوان راح اترككم مع التطبيق العملي، وراح نقاتل احد الزعماء، طبعا ان شاء الله يكون زعيم قوي، وراح تشوفوا كيف طريقة القتال الخاص براينو فيه، وإن شاء الله يعجبكم الشرح. عموما يا إخوان لا تنسوا دعمنا في القناة يا إخوان من اشتراك ولايك، وبإذن الله نعيدكم بأفضل في الفيديوهات القادمة. بالتوفيق.